بدك تساندو يا سلادة؟ نقطع الطرقات وبنولع دوليب كاوتشوك. الله لا يوفقك على هالمساندة. هلأ اترك لي أفكارك الفوضوية على جنب وخلينا نحنا نهتم بالمدرسة وبدروسنا وبس. شو يعني والله وبنترك الأستاذ لوحده يعني بالمعتقل؟ بالمعتقل؟ ايه بالمعتقل. طول بهلك حبيبي، الأستاذ يحو عند بيت الآنسة هند وما زالوا هون يكون مرتاح، لأني أنا أكيد إنه هو عمل الحادث بحاله لحتى ينقلوه على بيت هند. أنا من رأيي نعلن الإضراب العام لنشوف شو صاير فيه. وأنا من رأيي إنه تتضبضبوا وتسكروا على الباقي وتهتموا بدروسكم وبس. أنا خلص، مش تشوش ما في يدرس. وأنا أضرب. لا 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 لا، ما لقيت تحصل كل هالأشياء إلا وقت اللي قربت ولين. يا بتسكر المجلس يا مضطر نسكرها بالقوة. يلا رفيق تسكت انت وياه. شو بكون كل ما دققوش بالشارع ما بتدقوا الا بالمدارس؟ عيب عليكم طبطبوا بقى. انتوا بس بتفوتوا على صفكم وبتفكروا بدرسكم وبس. يلا على الصف. ما رح تفوتوا على الصف. ما رح تفوتوا على الصف؟ لا رح تفوتوا. لا بسيطة شو عليك؟ ما فيها شيء الشغلة. شو ما فيها؟ لا بتفوتوا على صفكم ولا شو؟ يلا قدامك قدامك الى الصف. دور يلا دور انت. يلا روحي يلا 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 يلا. شوفي يا امي، انا بهيك فوضى ما بقى فيني اعيش ولا دقيقه. دخيلك دخيلك يا بنتي، وطي صوتك واختصري المشكل. انا عم علي صوتي قصدا حتى اللي بده يسمع يسمع واللي مزعوج قوم يفل على بيته يرتاح. يا بنتي استرينا الله يسترك. هلا بيجي الدكتور وبناء على تقريره بنعرف شو لازم نتصرف معه. هلا بس يجي الدكتور الاستاذ ابراهيم بيطبقه انه يعطيه رابور مفتوح، هيك بضل عنا لازق بالبيت على طول. طيب شو طالع بايدنا نعمل؟ إذا كان بيك يلي المفروض يوقف معنا، وقف معه. عفيفة، افتح الباب. أنا رح افتح الباب، لأنه عفيفة وبيك مشغولين معه بالأوضة. شو مشغولين؟ بيك عم بخبره قصة، وعفيفة عم بتحك كله براسه تيغفى، تينام. ينام؟ ينام ما يقوم إن شاء الله. صباح الخير مادموازيل هند. خير؟ منين بدي اجي الخير؟ قول صباح الزفت، صباح المصايب اللي نزلت على راسي من وقت ما جيت على هالمنطقة، هيك قول. بيطول بالك مادموازيل هند بروق، بيطول بالك. نعم. وين استاذ؟ استاذ مين؟ بهروم. فكرك برهوم. بهروم؟ ورك يمين من شانه مكسور. مكسر جوا بالأوضة. عن اذنكم. انت الدكتور لهيك دخلك شو طلع معه بالصورة؟ انت بحب نحكي معك بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ لك يا خي شو بيك، كان مصور على البرج؟ لا لا لا، كان مثله حكيم. فاذا حكيني كلام دكاترة. شو طلع معه بالصورة؟ بارهوم ورك يمين من شينه مكسور. اذا لازم يروح على المستشفى. امان يا ربي امان. بهروم عنيد عنيد. بهروم انا بقول بهروم، انت لازم بفوت هوسبيتال. بهروم بقول لا انا لازم بضل هون. عن اذنكم تفضل. ليش انت مش الحق عليكي طمعتيه ودخلتيه على بيتك وخليتيه يتصرف مثل ما هو بده؟ ولا يا امي انا ما كنت عارفته هيك، انا كنت مفكرته بني ادم. شو مبين تركتوه لحاله مع الحكيم؟ نعم شحطنا يا ست. مبروك مبروك حكيم. كسر بسيط بصح هوان هوان بصح. حكيم هيدي صورة وركة؟ هيدا صورة ورك مشاني. اها هيدا فاس ولا بروفيل حكيم؟ بروفيل. بروفيل. شو بدك بالحكي حكيم؟ وركي طالع هون فوتوجينيك بالصورة. حكيم وين الشعر بالورك؟ وين؟ هون بابا. هون شعر بالورك؟
يا سلام حكيم، شهر وركو نحنو اغلى من شهر متنبي حكيم. هلا بعد ما اطمنا على صحتكم نرجو ان تسمحوا لنا بزيارتكم بين الفترة والفترة. يعني بين الفينا والفينا. الفينا بحكيم؟ انت حكيم صحة ولا حكيم فصحى؟ ولان نحن دكتور ودكتوراه موجود كمان. عن اذنكم بلا مريض. لوين حكيم؟ ما قلت لي حضلك قاعد حد مشان نشوف تطورات النفسية. نحن عندنا مشوار مهم في بقرة مريض، انا لازم بشوف من شانها بعدين برجع من شانها. عندك شو؟ بقرة مريض. بقرة مريض؟ ليش انت دكتور بيطري حكيم؟ نحن حكيم وحيد بهيدا المنطقة، نحن حكيم مشان انسان مشان حيوان كله سوا سوا. حكيم؟ انت بيطري عن جد عن جد؟ حبيبي بهروم، ليش ما قالوا لك؟ جايبينك حتى تحكمني لالي؟ جايبين لي بيطري؟ لك ليه؟ شايفيني بخل؟ حبيبي إذا كان حكيم مشاني ما عجب مشانك أنا بنسحب. إذا ما بخرب بيتهم أنا واحد واحد، أنا فرجيهم. أنا فرجيهم. روح ان شاء الله بطلتك البقره الرايحه لعندك، ان شاء الله بطلتك. انا بفرجيك حكيم. بيروق بهروم، بيروح حبيبي بهروم. لك روح مشي احسن ما هو مفزعك ها؟ روح مشي برا. جايبين لي بيطري؟ حبيبي بهروم، تليفون من شان حضرتنا موجود عندي، اذا بدك يانا بتلفي من شاني، بيشوف بقره بعدين بيرجع بيشوف من شاني. روح ان شاء الله بطلتك البقره يا رب والبخل بيعضك. يا ويلي عليك، يا ويلي عليك على الاغرق. يا شباب طالع صوتك لبرا. وين عيونك يا امي تشوف ابنك برهوم المدلل عم بيطر؟ لك حاجه تويل فهمنا شو فيه. يي 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 النود الحكيم اللي اجى طلع بيطري. بيطري وحياتك اللي جاب لي اياه ابوك طلع بيطري. ما في غيره بالمنطقه، شو بيعمل لك بيكي يعني؟ ما في غيره؟ ايه شفت ما كان احسن لك انك تفوت على المستشفى، احسن لك واحسن لنا. منيح ما رحت على المستشفى. ليه بتخاف من المستشفى؟ لا بس ما دام ما في غيره بالمنطقه هو الحكيم الوحيد ما كان اخذني على المستشفى، اكيد كان اخذني على الاسطبل. اصلا انت بتستاهل اكثر من هيك. حك الحال وقت ما شفته انا ما ارتحت له نفسيا لهذا الحكيم، ما ارتحت له نفسيا ابدا. معلش يا حبيبي بكره بتتعود عليه وبتتحكم الا عنده. ليش نسينا حمار انه؟ لا ولا حاشا قدرك، انت قمر، انت غزال، انت سيد الرجال. حياة الله. شو معناته حركات البلا وقت هلا مش بوقته؟ حتى تحل وتفل على بيتك. لا ارتاحي حبيبتي، انا ما حاترك البيت بقى من هون غير ما صح واكسب القضية على ابوك. اي قضية؟ ما انا بدي ارفع اي قضية، معقول انا باخر العمر اتبيطر؟ ولو؟ الك قلب ترفع قضية على بي؟ وحياتك انه وحياتك لحتى احبسه كمان. بدي احبسه؟ ايه بدي احبسه. طب اكيد بيي ما معه خبر انه هيدا بيطري. كيف ما معه خبر؟ هو قال لي رايح اجيب لك دكتور العيلة. دكتور العيلة؟ والله يستر ما تكوني انت خلقانة على ايديك. ابراهيم احفظ ادبك. هلا انت ما حسك بالقصة، قومي عيطي له لابوكي لاشوفه، وين هو ابوكي؟ وين هو ابوكي؟ يا حجوة عم عن الساعة اللي تجوز فيها وخلفني. ايه مش هناك انا بدي احبسه. لأنه خلفني؟ لا، لأنه بيطرني. عن اذنك. هنود هنود؟ نعم. عندي فكرة. نعم يا صاحب الأفكار. شوفي باعتبار يعني قعدتي حتكون طويلة عندكم هون بالبيت لبين ما صح واكسب القضية على ابوك. انه شو رأيك نتجوز احسن ما نضيع الوقت هيك على الفاضي؟ ايه مش طويلة على رقبتك هيدي. يعني بطلتي تتجوزيني لأني صرت معطوب. لا هو مش لأنك معطوب، لأني اكتشفت انك محتال. ايه محتال، محتال بس بحبك. ابراهيم بدك ياني انا احبك كمان؟ ايه طبعا. طيب اترك لي اوضتي وروح على بيتك. شفت ليش حبيتي؟ ليه؟ لانك محتاله اكثر مني. ايه هيدي اوضتي بدي استرجعها. حبيبتي مالك الا عن طريق الامم المتحده. على المعدل راحت الاوضه. ايه مثل ما راح وركي وحيروح ابوكي على السجن. لانه غير هيك ما بتجي.
وهلا غصب عنكم بدكم تتعلموا، والا رح بتضلوا واقفين هيك على الحيط وان شاء الله لبكره. فيني احكي؟ لا. ليه؟ لانه هون مدرسه وهون جايين نتعلم ما نحكي. كلمه بس.